بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طالبات العزيزات، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. أما عن قيمتنا لهذا الأسبوع فهي قيمة التسامح. يقول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. صدق الله العظيم. جميعنا يرغب في مغفرة الله عز وجل ورحمته وعفوه. إذن يجب علينا أولا أن نتسامح مع بعضنا البعض حتى نحصل على مغفرة الله عز وجل ورضاه ورحمته. دعوني عزيزاتي أذكركن بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وهي: يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر، يمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر، الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وكذلك غسل وتعقيم اليدين بشكل دوري. حفظكم الله جميعا. هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم. اقرأي معي عزيزتي هذه الأبيات. تواضع تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. البيت الأول يحثنا على التواضع. نعم، فإذا تواضعت فستكن كالنجم في السماء الذي يلوح ويظهر لكل ناظر على صفحات الماء وهو في منزلة رفيعة. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه، أيضا فالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو ولكنه وضيع أو حقير أو لا يعتد به، وهذا يدل على التكبر. هناك فرق كبير بين التواضع والتكبر، وهذا سيكون عنوان درسنا لهذا اليوم. من خلال الهدي، من خلال هدي النبوة سندرس الحديث الشريف إياكم والكبر الجزء الأول، وذلك من خلال مهارة القراءة. هيا بنا نبدأ. أهدافنا لهذا اليوم: يتوقع من الطالبة في نهاية هذا الدرس أن تقرأ الحديث الشريف قراءة صامتة لتحديد المعنى العام، أن تقرأ الحديث الشريف قراءة جهرية معبرة، وأن تحدد العلاقة الدلالية بين المفردات مثل الترادف. هيا عزيزتي أخبريني، من صاحب القرار بتحديد لونك وشكلك؟ من صاحب القرار في تحديد عائلتك وأهلك؟ من صاحب القرار بتحديد هل أنت غني أم فقير أم ميسور الحال؟ من صاحب القرار بتحديد يوم ولادتك ويوم وفاتك؟ من صاحب القرار بتحديد القوة والضعف والمرض وغيرها وغيرها وغيرها؟ من صاحب القرار في هذه الأمور؟ نعم، أحسنت، إنه الله عز وجل. إذن جميعنا لا يملك القرار بتحديد شكله ولونه وعائلته وأسرته وديانته وبلده. لا يملك أحدنا القرار في تحديد ذلك، وإنما صاحب القرار الوحيد في هذا الأمر هو الله عز وجل. إذن لماذا يتكبر بعضنا على البعض في الشكل، في البلد، في الفقر والغنى وغيرها من الأمور؟ لماذا؟ هيا بنا نتطرق إلى الحديث الشريف إياكم والكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هيا عزيزتي أوقفي الفيديو وقومي بالقراءة جيدا لكي نستطيع الإجابة عن الأسئلة.
هيا فلنبدأ في الإجابة عن الأسئلة التالية. أخبريني عزيزتي، هل الكبر يعني التجمل وحب الزينة؟ أحسنتي، الكبر لا يعني التجمل وحب الزينة. ما الذي يحول بين الإنسان ودخول الجنة برأيك؟ أحسنتي، الكبر. إذن ما المقصود بالكبر؟ ما المقصود بالكبر عزيزتي؟ وما نوع الأسلوب الذي يحمله عنوان الدرس؟ إياكم والكبر، إياكم والكبر، هذا هو عنوان الدرس. ما الأسلوب الذي يحمله؟ نعم، أسلوب تحذير. إذن ما المقصود بالكبر؟ نعم، هيا بنا نعرف معنى الكبر. فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبر والتحذير من عواقبه لما فيه من إنكار لحقوق الناس واحتقارهم. إذن الكبر هو فيه إنكار لحقوق الناس واحتقارهم. هيا استمعي إلى قراءة الحديث الشريف. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. هيا عزيزتي، أوقفي الفيديو وقومي بقراءة الحديث قراءة جهرية معبرة. والآن فلنكمل حديثنا. استمعي معي إلى هذا الشيخ الجليل. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. تعريف الكبر. بالمناسبة أيها الإخوة، لو عندك كمية من اللبن قليلة وجاءك ضيوف كثر، يمكن أن تضيف لهذا اللبن 5 أضعافه ماء ويكون شرابا سائغا. تحمل هذا اللبن 5 أضعافه ماء، لكنه لا يتحمل قطرة بترول. إن أضيفت إليه قطرة واحدة من البترول تلقيه في المهملات، لأن البترول يتناقض في طعمه مع اللبن، أما الماء لا يتناقض. كذلك الكبر يتناقض مع العبودية لله. فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر من الذنب؟ قال: العجب. العجب ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا. لذلك الكبر يتناقض مع العبودية لله عز وجل. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. أما الكبر شيء آخر. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أن تغلق
تحترم مكانتهم، أن ترد الحق، أن ترى نفسك أكبر من الحق، أن تتكبر عن أن تنصاع للحق، أن تتأبى. وهذه معصية إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلمجرد أن ترد الحق وأن ترفضه وأن تتعنت وأن يركب الإنسان رأسه وأن تأخذه العزة بالإسم، إذن هو الكبر. ولمجرد أن تحتقر الناس وأن تستهين بهم وأن ترى نفسك فوقهم، وغمط الناس، المؤمن يعترف بفضل الآخرين، يعترف بقيمة الآخرين، يعترف بإنجازات الآخرين. هناك من يسلط الضوء على ذاته فقط ويضع من حوله في التعتيم، هذا هو غمط الناس. فتعريف الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أي رد الحق. وغمط الناس أن تزدري الناس. لذلك ليس من صفات المؤمن أن يزدري أخاه، بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه، أن يرى نفسه فوقه. عزيزاتي، هذا كان شرح مبسط للحديث الشريف. ففي الحديث الشريف نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبر لأنه سلوك مكروه، فأشار إلى أن الكبر يحول دون دخول الجنة، ويحول دون دخول الجنة أي يمنع دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد التبس على أحد الصحابة مفهوم الكبر، هل الكبر يعني التجمل والتزين؟ هل أنا إذا تجملت وتزينت هل هذا يعد كبرا؟ لا. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وهو جميل في صفاته وأفعاله. إذن لا مانع من أن نتجمل، بل يجب علينا أن نتجمل في ثيابنا وأخلاقنا وأفعالنا أيضا، ولكن بدون تكبر على الآخرين. ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح أن الكبر إبطار للحق واحتقار للناس، هذا هو معنى الكبر. هيا بنا نعرف الراوي. راوي الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو فقيه وصحابي جليل من أوائل المهاجرين، فقد هاجر الهجرتين وعاشهما، كما يعد أول من جهر بقراءة القرآن الكريم في مكة المكرمة، وقد تولى مسؤولية بيت المال وقضاء الكوفة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. هذا هو الراوي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي روى لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن عزيزتي هيا بنا نتطرق لبعض المعاني في الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه. المقصود بمعنى من كان أي بمعنى الذي، أي الذي كان، الذي كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا ترى ما المقصود بمثقال ذرة؟ المثقال هو المقدار والوزن، المثقال هو المقدار والوزن. أما ذرة فالمقصود بها هو المقدار الضئيل جدا بالغ الصغر، وجمعها وذرات وذر. قال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، وبطر الحق أي رد الحق أو إنكار الحق. وغمط الناس أي احتقار الآخرين.
والآن عزيزتي هيا اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عبارة ذرة تدل على الثقل أم العمق أم الخفة أم الكثرة؟ أم الكثرة؟ نعم أحسنت، ذرة المقصود بها الخفة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مرادف كلمة كبر هي استحسان أم زيادة أم سخرية أم استعلاء؟ أحسنت، الكبر مرادفها الاستعلاء. غمط الناس المقصود بكلمة غمط هو شتم أم أذى أم احتقار أم حسد؟ أحسنت، أي احتقار الناس. هيا أخبريني، لما وردت الصفة حسن للثوب وحسنة للنعل؟ لماذا؟ أحسنت، لأن كلمة الثوب مذكرة أما النعل مؤنثة والصفة تتبع الموصوف لذلك ذكرت مؤنثة. والآن هيا اكتب في الجدول الآتي معنى كلمة الجمال أو الجمال أمام كل عبارة من العبارتين الآتيتين. العبارة الأولى: إن الله جميل يحب الجمال. ما معنى كلمة الجمال هنا؟ نعم، المقصود بها هو حسن المظهر. أما الجملة الثانية: اشترى أبي الجمال من التاجر. فالمقصود هنا بهذه الكلمة مفردها جمل وهي الإبل. نلاحظ أن الكلمتين اختلفتا فقط في الحركات فاختلف معناها. الحديث الشريف هنا يوجد به بعض الأفكار الجزئية. هذه الأفكار: أولا، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبر والتحذير منه. أما الفكرة الثانية فهي الجمال، وأن الجمال من صفات الله تعالى والإسلام دين الجمال. أما الفكرة الثالثة فهي أن الكبر هو إنكار الحق واحتقار الناس. هذه هي الأفكار التي ذكرت معي في الحديث الشريف. تذكري عزيزتي الإجابة عن الأسئلة التالية: أخبريني، ما القيمة المستفادة من الحديث؟ وماذا عرفت عن راوي الحديث؟ ويا ترى ما معنى كلمة مثقال؟ أحسنت عزيزتي، بارك الله فيك. والآن عليك نسخ الحديث الشريف وحفظه حفظا جيدا. تعلمنا اليوم، وضحنا الفكرة العامة للحديث الشريف من خلال القراءة الصامتة، وقرأنا الحديث الشريف قراءة جهرية سليمة، وقمنا بتفسير معاني بعض المفردات من خلال السياق بشكل صحيح، كما قمنا باستنتاج الأفكار الجزئية من الحديث الشريف والإجابة عن بعض أسئلة النص الواردة في الكتاب المدرسي. بارك الله فيكن عزيزاتي، وسنكمل درسنا في الجزء الثاني بإذن الله تعالى. أترككن في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.